اهلا بكم، انا سامي فوزي من فوزي اكاديمي، وانا بشغل الفيديو. لقيت رساله طلعت لي كده في الويندو ميديا بلايرز، الويندو ميديا بلاير انكاونترد بروبلم وايل بلاينج فايل وبطل شغل. فعملت ايه؟ رحت على microsoft.com ونزلت برنامج اسمه مايكروسوفت فيكسيت وعملت له داونلود، وانا في الديسكريبشن بتاع الملف حاطط لكم اللينك بتاع الفايل ده عشان او البرنامج ده عشان تنزلوه. البرنامج دوت بيعمل فيكسنج للتراب، بيعمل ترابل شوت للمشكله اوتوماتيكلي من غير ما تعمل اي حاجه، فقط بس هو عنده بيعالج مسائل كتيره جدا. انا هنا بنزله على الفلاشه علشان اقدر اخده في فلاشه اعالج بيه مسائل كتيره في اي كمبيوتر حتى لو مش كونكتد معايا. طيب دلوقتي زي ما انتم شايفين، بعد ما نزلته على الفلاشه بروح على الفلاشه واروح على حاجه اسمها على الفولدر نفسه وعلى في لونش فيكس واضرب عليه، وهنا بختار الكاتيجوري اللي انا عايزها اللي هي بتخص مشكلتي الانيه. طلبت عليها وقلت ران ناو، فبينزل المساله او الترابل شوت الخاص بالجزئيه دي اللي هي جزئيه ان في ملف ما بيشتغلش على الويندوز ميديا بلاير. وزي ما انتم شايفين بعد ما نزل البرنامج هنا بنبدا الاختيارات زي ما انتم شايفين هنا، واخترت الاختيار الاولاني وبدا الترابل شوت يشتغل، وبعد كده بقول ريسيت الويندو ملاير، بيعمل ريسيت للبرنامج عشان يبقى كومباتبل، وبيعمل ريسيت لللاير بتاعه الميديا بلاير زي ما انتم شايفين وبنختارها. بعد ما بيخلص الكلام ده بيوريني بقى هو عمل ايه، بيوريني بعض الملفات اللي هو صلحها. هنا في اربع ملفات صلحهم، بيقول لك فيكسد، بيوريك الستاتس بتاعتها، وفي كمان ريبورت بيديهولك. لو انت ضربت على الفيو ريبورت، الريبورت ده موجود في الابلكيشن ده في الكمبيوتر بتاعك زي ما انتم شايفين تحت السي. وهنا انا هبدا اشغل بقى اي برنامج اي فيديو فايل، بلاقي البرنامج بيشتغل على طول بلاي، وبص الاقي اهو بدا يشتغل زي ما انتم شايفين، بالرغم ان الشاشه دي سودا مش مبينه، كان المفروض اجيب فيديو تاني. شكرا لكم، وارجو انكم تزوروا فوزي اكاديمي.com وتعملوا شير لهذا الفيديو.